فإن الله تبارك وتعالى خلق عباده ليقوموا بواجب عبادته حق العبادة، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الآية تنص نصا صريحا على الحكمة من خلق الله تبارك وتعالى لهذين الثقلين الإنس والجن، ألا وهو العبادة لله تبارك وتعالى.